مرحبا، كيفكم متابعينا؟ بما ان اليوم اجواء صيفيه وحلوه وشغل رحلات، وكمان خالو اجى من السفر، فحبينا انه نطلع رحله عائليه مع دار خالو وخالاتي والعائله. على الرحله وكثير حنبسط واجواء حلوه. اذا حابين تشوفوا التفاصيل خليكم معنا. بس قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب واضغطوا على زر الاشتراك وعلكم متحمسكم كل جديد. خليكم معنا. شو رأيك بالطلعة؟ شو مالك يا جود؟ قصدك نحلة؟ أنا بشرب فيه نحلة. اجت على جوا جوا البيبسي كان واجت على ايدك بعدين. سلامات يا ماما، هلا بنحط لك طعمة حبيبتي. اشوف سلامات.